تأهيل قطاع زيت الزيتون ببلادنا للنواب المحترمين عبد العزيز الشهب، عبد الصمد قيوح، حرمة الله محمد الأمين، ميمون عميري، محمد أبو الفراج، الحبيب المبكراوي، عبد الرحمن خير، مصطفى جلوني، عادل الأطلسي، فتيح البقالي، أحمد مفدي، ومحمد البرنيشي من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. ليتفضل أحد النواب مشكورة. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمون. كما هو معلوم في إطار اتفاقية التبادل الحر التي أبرمتها بلادنا مع العديد من الدول الأجنبية، عرفت السوق المغربية تدفق العديد من المنتوجات الفلاحية من ضمنها زيت الزيتون. وفي غياب الإجراءات اللازمة لحماية المنتوج المغربي، فإن الحكومة مطالبة بالتدخل العاجل لتأهيل قطاع زيت الزيتون ببلادنا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي أولاً، ومواجهة المنافسة في السوق الداخلية والخارجية لما فيه ضمان المردودية والدخل بالنسبة للفلاحين. لذا نتساءل سيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك، وهل لدى الوزارة برنامج محدد لبلوغ هذه الغاية؟ شكراً. السيد الوزير تفضلوا. أخذاً من عين الاعتبار هذه المعطيات السيد النائب، تم وضع خطة شاملة لتأهيل القطاع تتمحور على استثمار مؤهلات التوسع عبر تعزيز برامج توزيع الشتائل بالمدعمة، إحداث محيطات متجانسة بالمناطق الصالحة مع تشجيع استعمال الأصناف المختارة كالحوزية والمنارة. هذا هو المستقبل ديال الزيتون على حساب الكلام ديال اللي نراه وحنا مأمنين به. الرفع من مستوى المردودية عبر تطوير البحث وتكثيف المسارات التقنية والاستعمال الأمثل لعوامل الإنتاج وتشجيع الري الموضعي، يعني هذا حتى هو حنا كنشجعوه، لتحسين جودة المنتوج، وخاصة عبر تقديم منح تحفيزية لعصرنة آليات التحويل التي لا زالت تعاني من هيمنة الطرق التقليدية. هذا يعني احنا مستعدين، احنا كنتعاونوا في التمويل ديال هذا القطاع هذا، وتتمين المنتوج وتحسين المسالك ديال التسويق عبر تفعيل التنظيمات المهنية ووضع المقاييس للجودة وتشجيع العلامات المميزة للمنشأ والجودة والترويج للمنتوج الوطني. كل هذه الإجراءات والتدابير حنا بالصدد ديال الترجمة ديالها إن شاء الله في إطار ديال واحد العقدة ديال البرنامج مع المهنيين، وهو الآن في طور الإعداد. وإلا سمحتي فيما يتعلق بالزيوت المستوردة، مادام تكلمتي على الاستيراد، فكيتبين من المعطيات المتوفرة أن الوضعية ما كتدعوش بزاف للقلق، ولكن وليس لها تأثير على الأثمان المتداولة في السوق الداخلية، بحيث أن الانتاج الوطني اللي مرتقب في الموسم الحالي هو تقريبا هذا كتكلموا على انتاج 90,000 طن مقابل 70,000 طن كمعدل، هذا الزيت ديال الزيتون كمعدل للخمس ديال السنوات الاخيره. اذا انتاج في مستوى الحمد لله بالنسبه للسنوات اللي فاتت. اما الواردات تم استيراد في 2007 6,000 طن، منها 5,000 كانت جات من تونس مقابل 4,000 طن كمعدل ديال خمسة السنوات الماضية. وعلى كل حال حنا كنقترحوا عندنا واحد الخلية ديال اليقظة باش نتبعوا الوضع الاتخاذ غادي إلى خد شي إجراءات لازمة نتخذوها في هذه الاتفاقية ديال التبادل الحر، رحنا يعني نتابع هذا عن كتب. شكرا. هناك تعقيب سيد نائب. شكرا سيد وزير. فعلا سيد وزير هناك مجهودات جبارة تبذل على مستوى توسيع ديال المساحة المغروسة. كما ذكرتوا هناك الآلاف ديال بل الملايين ديال الشتائل اللي كتوزع، وهناك توسيع ديال المساحة لتعد بالآلاف، هذا ما لا شك فيه. كذلك كما ذكرتوا إدخال أصناف جديدة من الأغراس، وهذا كله يعني الحمد لله المشكل ديال توسيع المساحة المغروسة ما بقاش إشكال، حقاش لما كنتكلموا على زيت الزيتون فهو مرتبط أساسا بشجرة الزيتون. غير هناك بعض الإكراهات رغم هذه المجهودات المبذولة، أخص بالذكر المشكل ديال الجودة السيد الوزير. فيما يخص الجودة يتطلب
بذل المزيد من المجهودات. ربما كما هو في علم ديالكم ان تقريبا مجموعه كبيره ولا بقينا نقولوا كميه كثيره من زيت الزيتون المستهلكة على المستوى الوطني نقدر نعتبرها غير صالحة للاستعمال، يعني ربما ديك الحموضة ديالها جد مرتفعة. وكنقولوا أن الاهتمام بجودة المنتوج إلى جانب الاهتمام بالكم، يعني في مجال اقتصادي وطني ودولي يعرف ارتفاعا في الطلب على الزيتون وزيت الزيتون ذو جودة عالية. كذلك كما ذكرت السيد الوزير تنظيم القطاع، ربما القضية ديال تنظيم القطاع كنظن يعني ضروري اعتبار هذا القطاع ديال الزيتون قطاع استراتيجي، يعني تنظيم القطاع باش نوضعوا الحد ديال المضاربات. ربما كما كتشوفوا ان الزيت الزيتون كيكون 40 درهم 35 درهم، ولكن بعض الاسواق كيوصل حتى 60 درهم. اذا مساله ديال يعني تنظيم القطاع اصبحت مساله ضروريه. واخيرا اشكاليه ديال السيد الوزير ديال التسويق، ربما الان الحمد لله يعني بهذا المخطط اللي غادي نفاه ديال توسيع ديال الرقعه المساحه المغروسه، ربما من دابا واحد العامين وثلاث سنين الانتاج غادي يكون عندنا كثير. لذلك خصنا نفكروا ان كيفاش يمكن هذا الزيت نصدروه للخارج، ولكن هذا الزيت باش يمكن نصدروه راه خصو يكون عنده واحد الجوده عاليه، وكذلك البحث على اسواق خارجيه. الان لما لا التفكير في يعني غزو الاسواق الامريكيه، اسواق يعني الصين. شكرا للسيد النائب. شكرا. السيد الوزير تعقيب 30 ثانيه. شكرا السيد الرئيس، السيدات والساده النواب المحترمين. على اين احنا متفقين على طول الخط بان الاتجاهات كلها معقوله، بانه يعني كاين رهانات اللي هي رهانات تجاريه فعلا ديال لابلاتفورم، وبان خصنا احنا الان اغلب ديال زيت الزيتون مستهلك في المغرب، ولكن بهذه السرعه والحمد لله الوتيره ديال التنميه ديال الزيت ديالنا غادي نصبحوا دوله مصدره للمستقبل. ولكن كما نجحنا في الليمون ونجحنا في الفريز ونجحنا في واحد العدد ديال المواد الفلاحيه، فاحنا تايقين في الفلاحه ديالنا بانه غادي يزيدوا للامام، والحكومه غادي تواكبوا في هذا النشاط ان شاء الله. وانا متفق معك بانه شكرا للسيد الوزير المحترم.